أهلا بكم. ستارت أب سكول هي أول مدرسة لرواد الأعمال تفتح أبوابها هنا في دبي، فماذا تقدم؟ دالين أبو جلالة لديها الإجابة. هدفنا رد الجميل إلى المجتمع. من هذا الشعار ولدت فكرة ستارت أب سكول التي أطلقها مجموعة من رواد الأعمال في دبي كأول حاضنة مجانية في المنطقة. وتهدف المنصة التي انطلقت في إبريل الماضي إلى مساندة رواد الأعمال في تسريع عملية تحويل أفكارهم الجديدة إلى نجاحات في قطاع الأعمال. إيمانا بروح العطاء لعام زايد، حبينا نحن نجي ستة من رواد الأعمال سوا نطلع بفكرة جديدة تنساعد الناس اللي عندها أفكار جديدة بالبزنس اللي ممكن بحاجة لمساعدة تتقدمها وتبنيها. فطلعت الفكرة من الشريك تبعنا عمر شيحان إنه ليه ما نطلع بشغلة مجانية للناس اللي بحاجة للتعليم كرمال يعملوا آلية معينة كرمال البزنسز الجديدة تبعيتهم أو أفكارهم الجديدة. فطلعنا بكلمة ستارت أب سكول وعملنا ويب سايت لها كرمال نصير نهين التقديم لأي حدا عنده فكرة معينة يقدمها أونلاين. وهذه هي الطريقة، يعني كتير سيمبل كتير دغري، وهذه ممكن تساعد الأجيال الجديدة أو أي شخص يمكن بحاجة إنه يطلع من عنده أو من ذاته أي فكرة معينة بحب يقدمها لأي حدا. ما تنسى اليوم أي حدا عنده بزنس خاص لازم يكون عنده شخصية قوية، يقدر يبيع، يقدر يحكي، يقدر يأسس. سو هذه شغلة كتير مهمة، يكون عنده شخصية، يكون قادر إنه يواجه الناس، يواجه العالم تيبيع شغله. هاي واحد. نمبر 2 لازم يكون عنده فكرة حلوة، مش فكرة غير منطقية، لازم يكون فكرة حلوة يقدر ينفذها ويكون عنده وجهة نظر لقدام لبعيد، لأنه البزنس منه سهل، يعني كل سنة بيتغير، فلازم يكون عنده وجهة نظر مينيموم لخمس سنين لقدام. وتعمل منصة التدريب وفقا لنموذج يقوم على خطوات، حيث يقوم رواد الأعمال من جميع الجنسيات بتقديم فكرة المشروع، ثم تشارك الأفكار الناجحة في فعالية لمدة يومين، ثم يتم اختيار 3 أفكار فائزة للمشاركة في مرحلة تدعيم الفكرة. وخلال مرحلة التدعيم يساعد المدربون رواد الأعمال على تنقيح استراتيجيتهم، كما يتم توفير الاستشارة القانونية لهم. لتأتي أخيرا مرحلة الدور الإعلامي، حيث تتم مساندة المشروع عبر قنوات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية.